ورجعنا لكم من تاني. ما رجعتش لوحدي، معايا خبيره التغذيه العلاجيه استاذه هند حسن. اهلا اهلا. اهلا، ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله حلو. انت ايه الاخبار؟ ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها النهارده دي؟ النهارده بقى ورقه سجق، حاجه كده ما اقولكيش. شايفه فضلت خيرك بقى شويه خضار حلوين كده يفتحوا النفس عشان الولاد، وفيها بقى سجق شرقي، حاجه كده تحفه. وما تقوليش ما تاكليش، هزعل منك جدا. ما بقاش انا ست بيت واقفه عماله اقطع في الخضار ده، فلفل ملون وفلفل اخضر وبطاطس وبصل، وجايبه ومكلفه، في الاخر تقولي لي ما تاكليش. لا يعني مش هستوعب الموضوع ده. انا مش هقول ما تاكليش، لان انا ضد فكره الحرمان من اي شيء. او كمان ان انا اللي جايه بتكلم فيه ان احنا فكره الحرمان او ان انا اقول لك على اي حاجه دي ممنوعه، الفكره دي خلاص ما بقتش موجوده خالص معانا، او الفكره دي اثبتت فشلها على مر التجارب الكتيره او والهيستوري الكتير لاي حد. ان انا لما اقول لاي حد ما تاكلش من الاكل دوت، انت كل حته جبنه قريش وعلبه تونه واقعد على جنب. الكلام ده ما تحرمنيش لو سمحت. الكلام ده غلط جدا، لاني انا بقول ان انا عايزه اعمل لايف ستايل لحياتي، عايزه حياتي ان انا اكل كل حاجه نفسي فيها. بس هي الفكرة أنا هعمل ده إزاي؟ هو دوت اللي أنا جاية النهاردة أكلمك عليه. هنعمل ده إزاي؟ يعني أنا واحدة قابلتني في المول من فترة، وأول ما شافتني أنا مش بصراحة مش قادرة استوعبك، قلت لها ليه بس؟ ده أنا سهلة الاستيعاب جدا يا فندم. قالت لا بصراحة سارة أنا مش عارفة استوعبك تماما. قلت لها يعني إيه؟ قالت لي ألاقيكي عاملة محشي وخضار ولحمة وفراخ وعجين قدامك وترجعي تقولي هتخسوا. أه يا جماعة إحنا قلنا إيه؟ اه هتخسوا وهتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه، والكورس بتاعنا بيقول لا للحرمان، الكورس بتاعنا بيقول لك هتاكلي كل حاجه نفسك فيها من عمايل ايديك. مين اللي قال لك ان اكل البيت بيتخن؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ طب ولو حتى اكل البيت بيتخن، الكورس بتاعنا مش هيخليكي تتخني. الكورس بتاعنا، معلش يعني اخد بس الطلعه الاولى دي، بس انا بصراحه يعني ايه يعني بفضل الكورس بتاعنا قوي. الكورس بتاعنا يا جماعه مصرح من وزاره الصحه، الكورس بتاعنا امن، الكورس بتاعنا فعال، الكورس بتاعنا بيساعد على سد الشهيه وبيعالي الحرق. معلش عشان انا ايه ده عندي باور سمع كلام حلو قوي عنه. صح فعلا، هو يعني فعلا جايب نتائج هائله جدا. شوفي انت بتتكلمي عليه وانت متاكده وواثقه ان انت عامله ورقه السجق اللي انت عاملاها او ايا كان نوع الاكل اللي اي ست بيت بتتفرج علينا دلوقتي ومتعوده ان هي بتعمل الاكل كل انواع الاكل اللي هي عايزاها. انا بقول لك اعملي كل حاجه نفسك فيها، بس في نفس الوقت انت هتعمليها هتاكلي كميات منها صغيره جدا، مش هتاكلي كميات كبيره. يعني هيبقى قدامك اكل كتير بس كميات الاكل بتاعتك هي اللي هتبقى صغيره. طب دوت هيتم ازاي او دوت هيحصل ده ازاي؟ ان احنا بنقول ان احنا معانا الكورس السحري او بنسميه كورس الماجيك، كورس الوان سلام. كورس الوان سلام دوت اللي انا بخلصك. انت ايه مشاكل السمنه دايما اللي بتكون عندي؟ بتقولي ان انا بيكون بيبقى عندي نهم كتير قوي، مهما اكل كميه اكل كبيره انا بحس برضو ان انا جعانه، او ان انا مهما قطعت الاكل او قللت كميه الاكل بتاعي فانا جسمي ثابت على الميزان، او ان انا ما عنديش مشكله خالص بس انا عندي اماكن فيها سمنه موضوعيه، انا مش قادره ان انا كل لما باجي انزل وشي بينزل وجسمي بينزل بس الاماكن اللي فيها سمنه موضوعيه ما بتنزلش. فكل المشاكل اللي هي الموجوده ديت انا بقول لك انا هحل لك كل المشاكل ديت، وهخليكي كمان ان انت بعد ما تنزلي في الوزن تحافظي على الوزن اللي انت وصلتي له. يعني بعد ما بذلت وجه كبير قوي ان انا اتخلصت من وزن كبير قوي عندي، ان انا ما بقاش بعد كده عندي خوف ان انا ممكن ارجع في الوزن ده تاني، الكلام ده مش موجود. لان انا ما بمشيش معاكي بمبدا ان انا بحرمك من الاكل، لا بالعكس انا بخليكي تاكلي كل حاجه انت نفسك فيها. فبالتالي الجسم لما بتيجي بعد كده وتعيشي حياتك عادي ما بيبقاش محروم من اكل كان معين، ويلاقي ان هو خد الاكل ده بكميات كبيره فيبتدي ان هو يخزنها فيبتدي ان هو يزيد تاني في الوزن. الكلام دوت ما بقاش موجود خالص معانا في كورس الوان سليم. طب ايه بقى الوان سليم او ايه الكورسات بتاعه الوان سليم اللي هتعملي المعادله دي كلها؟ تعالي نقول على كل ست بيت بتتفرج علينا ان النهارده جايبه لك مهرجان العروض، جايبه لك كل حاجه انت ممكن تتخيليها ان هي تنزلك في الوزن وفي نفس الوقت تحافظ لك على بشرتك وعلى شعرك وعلى صحتك وعلى حالتك النفسيه وعلى حالتك المزاجيه على كل حاجه. طب الكلام دوت هيتم ازاي؟ ان احنا بنقول معانا كورس الوان سليم الناس اللي هي عايزه تخس وعندها زياده في الوزن، عندنا كورس الثلاث شهور. كورس الثلاث شهور اللي هيكون موجود معانا في الوان سليم، الوان سليم دوت اللي هو البديل الامن لجراحات السمنه المفرطه. يعني بالظبط انا بخلي قدامك كاني موجود خروف كامل بس انت بتاكلي كميات صغيره منه وبتلاقي نفسك ان انت شبعتي، لا بلعب لا على مخ ولا على اعصاب ولا بديكي احساس بالشبع وهم، بالعكس خالص انا بخليكي بقول لك انت هتاخدي الكبسوله بتاعتك الصبح، ومجرد ما هتاخدي الكبسوله وهتشربي بعديها ميه هيبتدي ان انا الجسم يبقى فيه زي بالونه جيلاتينيه هتديني احساس بالشبع، فكم الاكل اللي انت بعد كده هتاكليه هيكون كم قليل، فالكالوري اللي هيكون داخل عندك قليل. مش بس كده، كورس الثلاث شهور بديكي كمان معاه في الوان فيت. الوان فيت دوت اللي هو بيعلي معدلات الحرق عندي، يعني بيخليني ان انا من اول يوم في الميزان الجسم دوت بيحرق، مفيش حاجه اسمها ان انا الجسم عندي بيثبت على الميزان، وكمان بضمن لك ان انت الكيلو اللي تنزليه ما بتزيدوش تاني لان انا بزود لك معانا الوان بيرفكت اللي هو بيخلصك من كل الميه الموجوده في الجسم، وكمان ان هو بيعلي معدلات الحرق عندي، والمهم جدا ان هو بيثبتني في الميزان، يعني الكيلو اللي انا بنزله ببتدي ان انا احافظ عليه.
كل الكورسات بتاعتنا عليها هدايا، وزي ما بقول النهارده انا جايبه لكل ست بيت مهرجان العروض. لو انت عندك بقى مشاكل في العظام او عندك مشاكل، وطبعا اكيد اي حد عنده سمنه فهو عنده مشاكل في العظام، فعشان كده انا جايبه لك معايا كريم العظام. دي هتكون اول هديه معانا في الكورس الثلاث شهور، هيكون موجود معانا كريم العظام. الناس اللي عندها هشاشه في العظام، الناس اللي عندها الم في العمود الفقري، الناس اللي عندها خشونه في الركبه من الزياده في الوزن، فانا بقول لك وانت بتنزلي معانا في الوزن انا كمان عايز ان انا احافظ لك على صحه العظام، وان انا ارجع لك تاني صحتك زي الاول واحسن. وهيكون موجود معانا في حاجه مهمه جدا، كريم البشره اللي انا لما باجي بنزل في الوزن. في ناس كتيره تقول لي ايه، انا دخل عليا الشتاء ووشي بقى شكله بهتان، او بقى عندي جفاف في البشره، او بقى عندي، انا جايبه لك كريم هيحل لي مشاكل الجفاف اللي في البشره، كمان ان هو فيه كولاجين، فبالتالي ان انا لما اجي اخس هلاقي بشرتي حلوه، وهلاقي ان شكلي ما اتغيرش، بالعكس انا شكلي بيحلو. والمهم جدا ان هيكون موجود معانا فيه فيتامين دي، اللي هو هيديني اول حاجه ان هو هيحافظ لي على شعري وعلى بشرتي وعلى ضوافري، وهيحسن الحاله المزاجيه بتاعتي، يعني هيخليني ان انا وانا بنزل في الوزن انا مش حاسه باي مشاكل خالص. والمهم جدا ان هو كمان بيعلي معدلات الحرق عندي. كل الحاجات، كل ثلاث هدايا دولت موجوده معانا في خصم في الكورس الثلاث شهور، اللي هيكون موجود معانا فيه كمان خصم 50% والتوصيل لحد باب البيت مجانا، والمتابعه مع الدكاتره مجانا من اول يوم بنتصل نطلب فيه الكورس. هيبتدي معايا فريق من دكاتره التغذيه العلاجيه هيتابعوا معايا من اول يوم، وكمان ان هما هيوصلي لحد باب البيت مجانا. والمهم جدا اللي انا باكد عليه ان كل الكورسات مصرحه من وزاره الصحه المصريه، يعني امنه تماما. طب انا بقى دلوقتي عايزه اطلب الكورس المكثف اللي انا بيجيب نتائج هايله جدا وسريعه جدا في وقت قليل قوي، هيكون موجود معانا في الكورس المكثف، هيكون موجود معانا في الوان سليم، بس هيكون موجود معانا في 2 وان فيت، لان انا بخلي في الكورس المكثف الجسم دوت عامل زي الماشين بيحرق حرق، يعني الجسم دي الشيء يقاوم الكم الحرق اللي بيحرقه بالظبط من اول يوم بنبتدي ناخد فيه الكورس. فهيكون موجود معانا واحد وان سليم واتنين وان فيت، لاني باخد كل يوم كبسولتين مش كبسوله واحده، وهنزود عليهم كمان الوان بيرفكت، وهنزود عليهم كريم العظام، وهزود عليهم كريم شد الترهلات والسلولايت، واهم حاجه ان انا معايا في كل الكورسات بتاعتي طبعا فيتامين دي، اللي هو هيحافظ لي على بشرتي وعلى شعري وعلى جسمي، ولا هيبقى عندي اماكن فيها سمنه موضعيه، ولا هيبقى عندي مشاكل في العظام. مش بس كده، انا جايبه لك كمان كورس المكثف دوت عليه خصم 60%، 60% هيوصلني لحد باب البيت في اي مكان في محافظه مصر العربيه، كل في جمهوريه مصر العربيه كلها هيوصلني من غير ما هندفع تاني عليه ولا جنيه. وكمان ان انا الكورس بتاعي فيه متابعه اسبوعيه مع الدكاتره من اول يوم بنطلب فيه الكورس، من اول ما بتتصل على الارقام الموجوده على الشاشه، والمهم جدا ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه. طب انا دلوقتي بقى عايزه اشارك الكورس بتاعي مع صحابي، او انا عندي وزن زياده وعايزه اخد الكورس اللي انتوا بتقولوا عليه عشان اكمل الوزن بتاعي، عندي 30 كيلو. احنا بنقول الكورس بتاعنا مش مخصص لناس معينه، الناس اللي عندها سمنه موضعيه، الناس اللي عندها 10 15 كيلو، والناس كمان اللي عندها 30 كيلو وازيد من 30 كيلو اللي هم عندهم سمنه مفرطه. فمعانا عرض او كورس الصحاب اللي هيكون موجود معانا فيه 2 وان سليم، وهيكون موجود معانا فيه 4 وان فيت، وهيكون موجود معانا فيه 2 وان بيرفكت، وهيكون موجود معانا فيه 2 كريم للعظام، و2 كريم لشد الترهلات والسلولايت، واتنين فيتامين دي. يعني موجود معانا في الكورس بتاعنا 6 هدايا، بيوصلني 6 هدايا مع الكورس وخصمه 70%، والتوصيل لحد باب البيت مجانا، والمتابعه مع الدكاتره مجانا. والمهم ان هو مرخص من وزاره الصحه المصريه، فانا بخليكي بتنزلي في الوزن صحتك بتكون افضل، كل حاجه فيك صحتك النفسيه وصحتك البدنيه وشكلك، وبتتخلصي من قفص الدهون اللي انت محبوسه جواها. فما في تهيألي ما فيش اي سبب يخليني ان انا اقول انا لسه مأجلة قرار ان انا اتخلص من السمنة بكل مشاكلها وكل امراضها وكل المساوئ بتاعتها. كده بقى احنا كده عدنا العيب. يعني مثلا لو الكورس مثلا ثمنه، انا بتكلم على كورس الصحاب 100 جنيه، كورس الصحاب هيجيلك ثمنه 30 جنيه، ما هو 70%. طب ايه كمان شحن مجاني؟ طب ايه كمان متابعه مجانيه؟ طب ايه كمان 6 هدايا؟ 2 كريم، وهنحتاجه قوي الفتره اللي جايه كريم العظام ده، وانتوا عارفين انا مش عايزه اوضح اكتر من كده. ونبتدي نحس باحراج يا جماعه، الشتاء داخل من هنا، يا ايدي، يا معصمي، يا ركبتي، فلازم كريم عظام. 2 كريم عظام هديه، 2 كريم سوليت هديه، كمان 2 فيتامين هديه، 6 هدايا، توصيل مجانا، شحن متابعه مجانيه، كل ده. طب يا ساره مطلوب مننا ايه؟ بتسال الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. هنطلب الكورس وهيجي لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. واهم حاجه يا جماعه ان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، ونحط 100 خط وخط تحت الكلمه دي. احنا مش بناخد يعني مش عشان عليه عرض هناخده وخلاص، لا، احنا لازم ناخد حاجه تكون امنه وكمان فعاله. معانا تليفون ونقول الو يا منار.
الو يا منار، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله، انا بحبك جدا والله يا شيخ. يا روحي احبك الله. عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ انا كان تمام. انا كان وزني 90. ايوه الحمد لله، بقيت دلوقتي 70 كيلو. منار وزنها كان 90، بقينا 70 في قد ايه وقت يا حبيبتي؟ في 3 شهور. 20 كيلو في 3 شهور. هو احنا كنا ملتزمين يا منار؟ طبعا جدا ملتزمه. جدا جدا. كنت بتلعبي رياضه؟ سلام. لا لا مش بعمل اي حاجه ولا اي حاجه. منعتي نفسك من اكل معين؟ لا كنت باكل، بس كنت بقلل كميات الاكل. وبالنسبه للحلويات والمقليات؟ لا كانت بسيطه جدا. برافو يا منار، برافو يا حبيبتي. اي ازاي تساليها اي سؤال؟ حلو قوي. طب احنا دلوقتي واصلين يا منار لكام كيلو؟ منوره قفلت. هي حاسه برضو يعني هي. انا عايزه اقول لك ان الكيلو في الكورس معانا بيفرق، لان انا الكيلو بتخلص فيه من يعني انت عارفه كيلو الدهون بيكون كبير شويه. صح. يعني فبنلاقي ان هو الكيلو ده بيفرق في شكل الجسم، فبالتالي هم واصلين لنتيجه ان انا نزلت 20 كيلو ممكن في 3 شهور، بس انا مبسوطه لاني من اول 10 كيلو انا حاسس بفرق فعلا كبير جدا. صح، عندك حق على فكره. يلا بينا ناخد حالات. يلا زي منار كده خسوا معانا وبقوا ما شاء الله. يلا بينا نشوف الحالات الجميله، نتاج الكورس القوي بتاعنا. اول حاله خسرت 35 كيلو في 3 شهور. بصي خسرت اكتر منك يا منار. هي خسرت 35 كيلو في 3 شهور. ما شاء الله، خلاص بقى سيبنا العبايه وبقى نلبس دريسات فواتح وورد وفراشات، الله اكبر. يلا بينا على الحاله الثانيه. خسر 32 كيلو في 3 شهور. انت شايفه اللي انا شايفاه يا استاذه؟ طبعا شايفه استاذه هند. انا ده اللي بنتكلم عليه، ان انا مش بس بتخلص من السمنه الكليه، انا الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه هو زي بيكون الكورس بتاعنا بيدخل على الخلايا الدهنيه في الاماكن ديت وبتدي ان هو يقضي لي عليها تماما. انا يعني شايفه ان ما شاء الله السن صغر جدا، ما بقاش فيه كرش، ما بقاش فيه تسدي. انتوا شايفين اللي انا شايفاه؟ انتوا شايفين الكورس بتاعنا بيعمل ايه؟ الكورس الامن، الكورس الفعال، الكورس اللي مصرح من وزاره الصحه، الكورس اللي دايما عليه عروض وعليه خصومات، ده انت يعني الكورس في متناول الجميع. وعايزه اقول لكم الموضوع سهل وبسيط جدا، كل اللي هنعمله هنرسل ارقام موجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هنطلب الكورس وهيجي لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. يا ساره الكورس مصرح من وزاره الصحه؟ فعال. اذا فهو غالي جدا. عايزه اقول لك اطلاقا الكورس يا جماعه سعره في متناول الجميع. ويا ساره دلوقتي انا يناسبني ايه؟ انت معاكي كورس 3 شهور وكورس المكثف وكورس الصحاب، ايه يناسبني يا ساره؟ انا ما اعرفش. حضرتك او حضرتك لما بتتصلوا على الارقام الموجوده على شاشه وبتطلبوا الكورس بتقولوا انا وزني كذا، طولي كذا، حالتي الصحيه كذا، فاذا يناسبك او يناسبك كذا او كذا. هنا بقى بيتم المتابعه. يعني انت دلوقتي جيتي عندنا او طلبتي مننا الكورس واخدتي الكورس وجالك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. يعني ايه متابعه مجانيه؟ الكورس خلاص جالك احنا ما نعرفكيش؟ لا طبعا، احنا عندنا اهم حاجه وهي خدمه ما بعد البيع. المتابعه يا جماعه بعد ما الكورس بيتباع وبعد ما بتاخدي الكورس، لا انت ليك انك تتكلمي ونقول لك النظام اللي يناسبك. ساره مش انت قلتي لا للحرمان؟ طب ما احنا بنقول لا للحرمان، ده انا عامل لك النهارده ورقه سجق وحاطه ليا وهتخسي. يعني ايه يا ساره؟ يعني تعالي اقول لك، تعالي الموضوع سهل وبسيط. الموضوع ما فيش ولا اسهل منه ولا ابسط منه. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول لك كل حاجه من عمايل ايديك، زي كل حاجه ساره بتعملها في مطبخ البلد هتاكليها ومش هتخليكي تزيدي خالص في الوزن، بل بالعكس هتنزلي في الوزن. احنا بنمنعك، شفتي منار، بنقلل المقليات، بنقلل السكريات، وبناكل كل اللي نفسنا فيه في البيت. احنا بس بنمنع نفسنا عن الحاجات الضاره، الحاجات اللي بتجيب امراض، عن السناكس اللي ملهاش لازمه. لكن كلي الفاكهه اللي انت عايزاها، مش هنقول لك لا للمانجا ولا لا للبلح، هتاكلي اللي انت عايزاه. وده بقى بيتم مجاني المتابعه من الفريق الطبي عندنا، واحنا عندنا فريق طبي قوي جدا. ولا هنقول لك بقى خدي اوبر وروحي لدكتور، او خدي عربيه ولا تاكسي وروحي وتعالي. الموضوع وانت قاعده مكانك على الكنبه هتتصلي على الارقام اللي موجوده وهيجي لك الكورس لحد باب البيت. ودايما عندنا عروض ودايما عندنا خصومات، وبجد الكورس في متناول الجميع. عايزه اقول لك بجد عايزين نلحق نفسنا يا جماعه، الشتاء خلاص على الابواب. انا مش عايزه يعني احنا كنا لقد وقعنا في الفخ، احنا كلنا خارجين بقى من رمضان على العيد الصغير على العيد الكبير الفتة، احنا كنا في مأساة. فدلوقتي لما نطلع اللبس الشتوي ونلاقي بقى الكوت عندك والبليزرات والحاجه مش داخله فيكي، اقل بليزر دلوقتي بكام يا بنتي؟ لا انت تعملي ايه؟ تطلبي الكورس وهتلاقي نفسك بقى خسيتي وكل لبس الشتوي هيجي عليكي. يعني يا ساره ثمنه ايه؟ هقول لك دلوقتي. ازاي انت هتقول لنا ان احنا عندنا عروض وخصومات؟ قولي لهم بقى كده، افتحي نفسهم. يلا بينا. انا عايزه نفسهم تتفتح. انا عايزه اقول ان يعني بجد زي ما انت قلتي حاجه مهمه جدا، ان كل ست بيت قاعده بتتفرج علينا دلوقتي عندها، بس كمان هي مش عندها مشاكل في ان
جسمها عمال بيزيد في الوزن وان انا عماله باجل موضوع ان انا ممكن بكره اصل انا هتحرم من الاكل اصل انا مش هقدر اكل الحاجه اللي انا نفسي فيها. انا بقول لك انا بخليكي تاكلي كل حاجه انت نفسك فيها بس كميات الاكل اللي انت هتاكليها هتقل ودوت لانك انت بتاخدي كبسوله بتديكي احساس بالشبع من 6 ل 8 ساعات. فاي كميه اكل صغيره هتاكليها سواء كنت عامله اكل في البيت وقاعده مستنيه الولاد عشان تاكلوا مع بعض هتلاقي نفسك انت كلتي كميه اكل صغير وشبعتي، سواء كنت معزومه عند حد من صحابك او قرايبك او رايحه في اي مكان مش هتبقي شايله مشكله ان انا يا جماعه انا ممكن ابوظ النهارده الدايت، لا الكلام ده مبقاش موجود لاني انا مع الكورس بتاعنا مجرد ما باخد الكبسوله باكل كل حاجه بس كميه الاكل بتاعتي بتقل ومعدل الحرق عندي بيزيد. والمهم جدا اللي انا عايزه اقول عليه ان كل ست بتتفرج علينا وكانت قاعده في البيت ما بتقدرش ان هي تنزل زي ما بنقول بتروح لدكتور علشان ابتدي اتابع عشان ما عندهاش امكانيه ان هي تدفع المصاريف ديت وما عندهاش الوقت وكمان ما عندهاش الصحه ان هي تقدر تعمل دوت، يعني ممكن يبقى عندها مشاكل في العظام ممكن يبقى عندها مش قادره ان انا اتحرك او ما عنديش الوقت ان انا اعمل ده كله. فانا بقول لك انا جايبه لك كل الحاجات اللي هتساعدك انت تنزلي في الوزن مهرجان من العروض كل حاجه انت هتنزلي فيها بالوزن وفي نفس الوقت بسعر مش هيكون السعر الغالي جدا ان انا ما اقدرش ان انا اقول انا مش هقدر ابتدي علشان مش هقدر اطلب الكورس، بالعكس الاسعار بتاعه الكورسات كلها يعني هايله جدا وكمان ان انا بديكي خصومات وكمان بديكي هدايا. وعايزه اقول النهارده انا عامله كمان مفاجاه مش بس للناس اللي عندهم زياده في الوزن كمان الناس اللي عندهم مشاكل في العظام اللي عندهم خشونه في الركبه اللي عندهم هشاشه في العظام اللي عندهم الم في العمود الفقري احنا عاملين كورس العظام اللي هو يكون موجود معانا فيه 2 كريم العظام وهنزود عليهم فيتامين دي هديه اللي معروف طبعا بفوائده الكتيره جدا ان هو بيعزز الكالسيوم وان هو بيحافظ لي كمان على صحه العظام. فانا بكون جايبه لك الكورس العظام هيكون موجود معانا من النهارده تقدر ان انت تتصلي وتطلبيه بعيد عن كورسات التخسيس كلها، لكن ممكن كمان ان انا كل الكورسات بتاعتنا ان انا عايزه احافظ لك على كل مشاكل السمنه. اهم حاجه دايما بنروح لدكتور عظام يقول لنا لازم نتخلص من الوزن الزياده، فانا هعالج لك مشكله الوزن الزياده وكمان في نفس الوقت ان انا هعالج لك العظام. خلينا نقول الكورسات بتاعتنا كورس الثلاث شهور ان هيكون موجود معانا فيه الوان سليم، هنزود عليهم كمان الوان فيت، وهنزود عليهم الوان بيرفكت، وهيكون موجود معانا فيه ثلاث هدايا مش هديه واحده، هيكون موجود معانا كريم للبشره عشان يحافظ لي على بشرتي، وهيكون موجود معانا فيه كريم العظام، وكمان هيكون موجود معانا فيه فيتامين دي وخصمه 50%، وهيوصل لي لحد باب البيت مجانا، وهتابع مع الدكاتره اسبوعيا مجانا. والمهم جدا اللي بناكد عليه ان كل الكورسات مصرحه من وزاره الصحه المصريه. طب الناس بقى اللي عايزه تاخد الكورس المكثف اللي انا عايزه انزل الوزن الكتير اللي عندي بس عايزه انزله في وقت قليل جدا من غير ما احس ان انا جسمي لا بيثبت على الميزان ومن غير ما احس ان انا بالليل ببتدي حرمه نفسي طول اليوم الاكل وباجي بالليل بفتح الثلاجه ما بحسش بنفسي، او انا النهارده مثلا عملت الاكل في البيت وجات لي حد من صحابي وابتديت ان انا اكل حاجه او ابوظها، فانا بديكي حاجه بتساعدك ان انت بتنزلي في الوزن في وقت قليل من غير ما يبقى في عندك اي مشاكل خالص. ودوت الكورس المكثف اللي هيكون موجود معانا في الوان سليم، وهنزود عليهم 2 وان فيت، وكمان هنزود عليهم الوان بيرفكت اللي بعد ما بنزل في الوزن هيحافظ لي على الوزن اللي انا نزلته وخلصني من كل المايه المتخزنه في الجسم. ومعانا في بقى الهدايا بتاعتنا فيتامين دي اللي هيحافظ لي على بشرتي وعلى شعري وعلى ضوافري وعلى صحتي واللي كمان هيعلي معدلات الحرق عندي، والمهم جدا كمان ان هو يحافظ لي على ان انا جسمي يبتدي الحرق بتاعه يزيد. طيب ان انا ويحافظ لي على الحاله المزاجيه بتاعتي. طيب خلينا نقول ان هو هيكون موجود كمان معانا كريم شد الترهلات والسلولايت عشان انا ما يبقاش عندي اي مكان لسه فيه سلولايت ولا فيه عندي ترهلات، فانا بضمن ان انت بتخسي معانا ان الجسم نفسك يكون شيبنج يكون الجسم كله عندي مظبوط. وهنزود عليهم كريم العظام عشان لو عندنا اي مشاكل خشونه في الركبه، لو عندنا الام في المفاصل، لو عندنا الام في العمود الفقري، فانا بالتالي كمان هعالج لك مشاكل العظام معانا واحنا بننزل في الوزن. كورس المكثف دوت خصمه 60%. هيوصل لحد باب البيت مجانا، هتابع مع الدكاتره مجانا، وكمان انا باخد حاجه وانا مطمنه حاجه مرخصه من وزاره الصحه المصريه، مجرد ما هنتصل على الارقام الموجوده على الشاشه هيبتدي يتابع معانا فريق من التغذيه العلاجيه عندنا وهيبتدي يقول لنا انهي كورس اللي هيكون مناسب لينا وهيبتدي يبقى معانا من اول يوم احنا محتاجين نعرف فيه اي حاجه. طيب خلينا نقول بقى ان كورس الصحاب اللي احنا عاملينه اللي هو بشارك فيه اي حد من اللي انا بحبهم هيكون موجود معانا فيه 2 وان فيت 2 وان سليم، وهيكون موجود معانا في 4 وان فيت، وهيكون موجود معانا في 2 وان بيرفكت، وهنزود عليهم 6 هدايا. عندنا 2 كريم شد الترهلات عندنا 2 كريم شد الترهلات وسلولايت، وعندنا 2 كريم للعظام، وعندنا 2 فيتامين دي وخصمه 70%، يعني بدفع 30% بس من ثمن الكورس، هيوصل لحد باب البيت مجانا، هتابع مع الدكاتره مجانا. وزي ما اتفقنا ان كل الكورسات وكل منتجاتنا مرخصه من وزاره الصحه المصريه. مالكوش حجه بقى، بصوا
50% و60% و70% عرض حرفيا في متناول الجميع. معانا تليفون ونقوله ونقول الو يا ليلى. الو يا ليلى، رحتي فين يا لولو؟ يا روح قلبي. اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه قوي 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 حبيبتي. يا رب دايما كويسه. انا بشكرك على الكورس بتاعي. عارفه ليه؟ ليه؟ انا كنت كارهه نفسي يا روحي. ابص في المرايه الاقي بطني عامله كده قدامي، دلوقتي مفيش بطن، ما شاء الله. مش هقولك بارزه. طب افهم بس واحده واحده بس، احنا اخدنا كورس ايه؟ انا خدت الوانس نيم الاول. أيوة. وبعدين خدت الاخر. ما شاء الله. طب احنا اخدنا وقت قد ايه؟ يعني اخدنا كورس وقت قد ايه؟ كورس شهر ولا شهرين ولا مكثف؟ كيلو. ما انا صوتك بيقطع يا لولو. الوان كيت حوالي 12 كيلو، والكورس الوان سليم الابيض حوالي 11 كيلو، يعني 23 كيلو. في قد ايه وقت؟ يعتبر في شهرين. ما شاء الله، 23 كيلو في شهرين. 23 كيلو في شهرين. اه البطن اختفت تماما، دي حقيقة. يا روح قلبي، عندك كام سنة يا لولو؟ أنا كبيرة مش صغيرة حبيبتي. يا حبيبتي العمر كله ليكي. اه كبيرة. الصوت يبان صغير لكن السن كبير. والله عسل. طب انا عايزه اسالك على حاجه، احنا الحرق عندنا كنا بنحس ان احنا في الفتره ديت، هل كنا بنحس ان جسمنا بيثبت ولا من اول يوم فعلا الجسم كان بيحرق فيه وما في، يعني ما حسيناش خالص ان مشكله ان انا عشان كبيره في السن؟ انا بعد اول اسبوع حسيت بنفسي، لما جيت البس هدومي لقيت ايه، مثلا الزرار الاولاني والثاني كان بيقفل والثالث لا. بمجرد ما نزلت بطني، انت ما عندكيش فكره بطني دي كانت عامله ازاي، كان واحده حامل. ما شاء الله. ومجرد ما البطن نزلت تماما عدلت منظر الجسم. يعني انت بعد ما اخدتي الكورس باسبوع، الاول كان عندك الزرارين الاولين بيتقفلوا والزرار الثالث من البطن ما بيتقفلش، معقوله بعد الاسبوع الثالث الزرار الثالث بقى يقفل؟ اه بعد. طب وبعد شهر؟ لا بعد شهر كل الهدوم اللي ما كانش بتقفل عليها بقت تقفل. ما شاء الله يا حبيبتي. طب انا عايز اسالك سؤال صغير معلش. كنت بتلعبي رياضه او بتتبعي نظام معين؟ لا الاكل كنت بقلل، بس كنت بتقللي الاكل كده يعني، بقلل الاكل يعني ايه، بدل ما كنت باكل رغيف بقيت اكل نص رغيف. ما شاء الله. وهو الكورس ساعدني على كده، ما بحسش بالجوع. ما شاء الله. طب سؤال كمان، لما بناخد الكورس كنا بنصدع بنحس بخزايا ولا اشياء؟ الحمد لله رغم ان انا كبيره، انا عديت ال 70 يعني ولا اشياء. ما شاء الله العمر كله ليكي يا حبيبتي. شرفتينا ونورتينا يا لولو، مبسوطه قوي قوي بمكالمتك يا لولو. وبعدين انا في سؤال انا كنت عايزه اساله لكم. أمريني. انا بحب الحلويات قوي. تمام. بس مقلله بينها، بس ممكن اكل كل يوم؟ ليه بس؟ يعني ليه؟ طب بلاش. ايوه كده، ايوه كده، ده انا فخوره بيكي قوي. 23 كيلو في شهرين. شوكولاته دارك؟ ناكل شوكولاته دارك حته صغيره. اللي انا اعرفه ان مكعب كل يوم ما فيهوش مشكله، صح ولا ايه؟ وده اللي انا ماشيه عليه، انا ما اقدرش استغنى عن الشوكولاته الدارك جنب فنجان القهوه كده، صح يا لولو؟ مش جنب فنجان القهوه؟ انا باخد ايه؟ وبعدين قللت من السكر قوي. ما شاء الله عليك. انا كنت باخد اربع معالق. واضح ان هي ملتزمه جدا. ما شاء الله يا حبيبي. اه العمر كله ليك يا لولو. تحت رجليا فكت، مفيش تعب، مفيش ارهاق، الحمد لله يا حبيبتي. العمر كله ليكي، ربنا يديك الصحه. ومبسوطين جدا بالنتائج اللي انت وصلت لها، وفرحانين ان انت صوتك فيه بهجه، ده اللي بنتكلم فيه دايما. انا مش ممكن افوت ليكي حلقه لعيشتك يعني. يا روحي ربنا يخليكي، تسلمي كل يوم. يعني بناكل كل اللي نفسنا فيه بس بكميه قليله. طب بصي يا لولو بقى، احنا هنقفل معاكي وتفرجي بقى على صينيه بقى ورقه السجق دي، ماشي؟ الله هو اقوى. انا عندي سجق ولا اطلعه اعمله. يلا طلعي وريني. يلا ماشي يا حبيبتي. حبيبه قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا زي ما انتم شايفين بتسال يعني ايه؟ هقول لك دلوقتي يعني ايه. الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، الكورس بتاعنا امن، الكورس بتاعنا فعال يناسب كبار السن، يناسب اطفال منذ سن البلوغ. وما بنقولكيش ابدا على حاجه، لا تعالي يعني انت دلوقتي واقف قطعت وتعبت ولا، والحته اللي جايه دي ما ينفعش، انا عايزه الصينيه كلوز، يعني عايزه الكاميرا كلها تبقى الصينيه، عشان هتشوفوا دلوقتي شويه بطبقه اللهم بارك. يعني انا ابقى عامله الحاجات الحلوه دي كلها وما اكلش منها؟ لا انا كده اشجب واعترض. بصوا بقى يا جماعه اللهم بارك،
صينيه او ورقه خضار بالسجق، الله اكبر. يعني انت يا ساره عايزه تقولي لي ان انا هنا في مطبخ البلد وان انا دلوقتي هقوم في مطبخي اعمل صينيه ورقه السجق بالخضار دي وهاكل منها مش هتخنق؟ اي نعم، زي ما قلت لك كالعاده في كل حلقه بتلاقي في مطبخ البلد طبق السلطه، وبتلاقي في مطبخ البلد الخضار والبروتين، هو ايا كان بقى هتعملي طبق حلو كده ليكي يا حبيبه قلبي، في شويه سلطه وفي خضار وسجق وفي كمان الرز بتاعنا. وبعدين هتلاقي نفسك اللي هنا بقى الكرسي بيعمله. الكرسي بيعمل ايه؟ بيساعد على سد الشهيه. الكرسي بيعمل ايه؟ بيعلي الحرق. الكرسي بيعمل ايه لو انت في الطبيعي بتاكلي طبق كبير؟ لا، الكرسي هيخليكي تاكلي كميه اصغر، فبالتالي هتنزلي في الوزن. يعني انا في الطبيعي باكل طبق رز قد كده وطبق خضار قد كده وبنسى السلطه وباكل مخلل مثلا. الكرسي بقى هيقول لك لا، اهتم بنفسك، هنبدا اكلنا الاكل كله هيبقى طبق قد كده، السلطه مع الرز مع الخضار والبروتين. هتلاقي نفسك بداتي اكلك بالسلطه، انا بقول لك انا ماشيه عليه، وبعد كده دخلتي على الخضار والبروتين، وبعد كده دخلتي على الرز. وده اللي بيقول لي يا ساره انا مش مستوعبه ان انت في مطبخ البلد بتعملي كل الاكلات دي وما بتتخنيش. ما انا بقول لكم يا جماعه انا باكل كل حاجه انا بعملها، بس بدات بقى ايه اغذي الشيطان بجد. يعني ساره بقت تغذي الشيطان، ابعد عن الايس كريم اللي كنت بموت فيه، ابعد عن السناكس، وانا ماشيه في الطريق يعني فاكرين بعمل معاكم لايفات اوريكم الزبادي والساندوتش اللي انا عاملاه لنفسي جبنه وخيار، باكل كل حاجه من عمايل ايدي وببعد كل البعد عن الحاجات دي. بلس بقى الكرسي اللي باخده كرسي امن فعال مصرح من وزاره الصحه، وزي ما قلت لك في متناول الجميع، تقدري على طول تجيبيه. وزي ما قلت لك عايزين نستغل الفرصه اللي احنا فيها دي، احنا داخلين دلوقتي هنطلع بقى الهدوم الشتوي، مش عايزين نتفاجئ كلنا، ولما كلنا نتفاجئ كلنا هنزعل. يلا بينا نشوف حالات جميله خست معانا. ما قلت لكم ما بقى فيش يا جماعه اكتر من حالات مطبخ البلد، والكرسي العظيم بتاعنا زي ما انتم شايفين خسر معانا 12 كيلو، كان 87 بقى 75، التيشيرت اتقلع وبقينا نلبس البدل والجرافات بقى ومش قادره اوصف لكم على الشياكه. ايه رايك الذهن؟ احنا بنقول ان احنا لما بننزل في الوزن الحاله النفسيه عندنا بتختلف، فبالتالي هو بيبقى حابب ان عارفه يشوف نفسه كل يوم احلى، ان هو يعني انا مش متضايق من شكلي بقى خلاص. فبنلاقي ان دايما اللي بيخسوا معانا فعلا حالتهم النفسيه بتختلف جدا طبعا بعد ما كانوا بيبقوا فاقدين الامل ان انا ممكن اوصل لكده. ايوه فعلا هم دي الحالات اللي بتفكر في نفس الفكره. ما شاء الله حلونا جدا، والتسدي راح والكرش راح وبقينا الله اكبر. يلا بينا على الحاله الثانيه، خسر 45 كيلو في 5 شهور. لا يعني انا مش قادره اتخيل، وعامل شخص تاني يعني معقولة؟ شخص تاني. احنا بنقول الكورس بتاعنا هو بديل لعمليات تكميم المعده، ده فعلا حقيقي، لان هو بيديني احساس بالشبع كاني بالظبط عامل عمليه، فكم الاكل اللي انا باكله قليل والحرق عندي بيكون عالي جدا، فبنوصل للنتائج الهائله اللي احنا بنشوفها دلوقتي. عشان كده بنقول ان هو مش بس الناس اللي عندهم 10 15 كيلو، كمان الناس اللي عندهم سمنه مفرطه ان الكورس بتاعنا بيخلصهم من كل الوزن الزياده. جابوني وانا بعمل كده ولا ما جابونيش؟ لا جابوني ولا وانا مستخبيه؟ شفتوا بنعمل ايه في التلفزيون عشان الاكل يفضل يلمع؟ تعالوا اوريكم، بنفضل نبلبل كده، بصوا من الصوص ده ونلمع كده. شفتوا بقى الاكل على شاشه التلفزيون بيلمع ازاي؟ موضوع سهل وبسيط. دايما هقول لكم كل الاسرار ومش هخبي عليكم اي حاجه ابدا، وبقول لكم وهفضل اقول لكم هتاكلوا كل اللي نفسكم فيه. لا لا حرمان، ولا هقول لك كوسه مسلوقه، ولا هاتي التونه وصفي ميتها، وهاتي التونه. ايه التونه مميه دي يا اختي؟ سمعتش عنها قبل كده؟ تونه بميه؟ لا، ولا سمكه مشويه مش عارفه ايه والسمكه ايه؟ هتاكلي كل اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه زي ما قلت لكم لا للمقليات لا للحلويات، يوم واحد في الاسبوع، كلامي مش هغيره، عمري ما هطلع هنا في مطبخ البلد بقول لك ايه انا عايزاكي تفطري كيك، انا عايزاكي تتغدي بسبوس، انت هتعشي كنافه. يا جماعه الكلام ده مش منطقي، احنا هنا بنتكلم بصراحه قصوى، بنتكلم. بتشوفي الحالات دي، الحالات دي كانت حالات بتمشي على نظام، ايه النظام بتاعنا؟ لا للمقليات ولا للحلويات، وبتاكلي كل حاجه من عمايل ايدك، ما بتاكليش بعد الساعه 6 ولا الساعه 7 وخلاص على كده، بتاكلي كل اللي انت عايزاه، طواجن، مقلي، مشويات، خضار، كل حاجه من عمايل ايدك بتاكليها. طب يا ساره معلش كده، يعني يا ساره الكرسي اللي بتتكلمي عنه ده مصرح من وزاره الصحه؟ اه. يا ساره فعال؟ اه والله. طب يا ساره الكرسي ده بقى اللي مكون من اعشاب طبيعيه ده هتلاقيه غالي قوي في السعر؟ لا اطمني، ولا غالي في السعر ولا حاجه، دايما عندنا عروض ودايما عندنا خصومات، واسمعي كلامي والحقي نفسك. عايزه اقول لك شهر 11 هيخش والتكتكه هتبدا تشتغل،
وهنبدا بقى ندور على البلوفر ده والبلطو ده، ولا انا عايزاكي بقى تعملي ايه على طول بقى، اطلبي الكورس عن طريق الارقام الموجوده على شاشه الاتصال العادي والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. هاتي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني، وساعتها بقى مع اول كبسوله كده تاخديها ان شاء الله بامرك يا رب، وتهتمي بصحتك. فطار حلو، يعني ايه فطار حلو؟ يعني اللي موجود يا حبيبتي عندك بيض تمام، عايزاه اومليت مفيش مشكله. هو انت فاكره ان انا اقول لك لازم البيض مسلوق؟ على فكره لا خالص. عايزه فول اوكي، عايزه طعميه اعمليها في الاير فراير. طب نقطتين ثلاثه زيت، ما تكتريش زيت، وهتلاقي نفسك اكلتي وشبعتي وخسيتي. بس نبعد شويه عن المخبوزات، يعني عارفين انتوا الحاجات اللي بتدي ابيض وفينو وكرواسو، ابعدي شويه عنه او خليها يوم الفري، وكلي كل اللي انت عاوزاه، وهتلاقي نفسك بتنزلي في الوزن وبتحبيني اكتر واكتر. يلا بينا ناخد ريفيوهاتنا الحلوه، ريفيوهات الناس اللي خست معانا، زي الحالات اللي شفتوها كده وفتحت النفس، زي مكالمه استاذه ليلى. وبجد يا جماعه انا مبسوطه بالطاقه الايجابيه اللي الكورس بتاعنا بيحققها في كل مكان في داخل جمهوريه مصر العربيه. معانا اول متابعه تحت اشراف دكتور هايدي، بتقول اهلا وسهلا انا مدام شاديه، انا خسيت 15 كيلو في 40 يوم، بجد المنتج ده فظيع يا روح قلبي. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ حلو، هو ده 15 كيلو في 40 يوم. ديت فايده المتابعه، ان احنا بنقول احنا بنتابع معاهم عشان نقول لهم على كل حاجه تساعدهم ان هم ينزلوا الوزن الكبير جدا فترة قليلة، وكمان يعني عارفة احنا معاكم، يعني انتوا خلاص احنا بقينا كلنا عائلة واحدة لحد ما نتخلص من كل الوزن الزيادة. طبعا. يلا بينا على المتابعة تحت اشراف دكتور شمس، بتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كنا كام يا فندم؟ كنا 115، يعني 4 كيلو في اسبوع. ده برافو برافو برافو. يلا بينا على متابعة دكتور شذا، يعني كنتي 105 وبقيتي 85، ما شاء الله حلو جدا، تسلمي. ايه رايك في الكلام ده؟ هايل جدا، من 105 ل 85. 85 يعني دوت اللي احنا بنتكلم فيه، بنقول ان هو فعلا بيجيب نتائج هايله من اول شهر، بنحس ان احنا بننزل حتى لو مش ملتزمين، فاحنا بننزل في الوزن. بس فايده المتابعه بتاعتنا ان احنا نبتدي نعرف ايه الحاجات الغلط اللي احنا كنا بنعملها. يمكن نكون ما بناكلش مثلا اكل فيه كالوري كتير، بس مواعيد اكلنا غلط. فعشان كده بنقول المتابعه بتاعتنا كل اسبوع هتكون مع الدكاتره، هي اللي هتوضح لنا حاجات كتير قوي عشان تساعدنا ان احنا ننزل في وزن اكتر. حلو قوي الكلام ده. ساره تعالي هنا. نعم يا فندم، ايه اللي انت بتقريه ده؟ دي سكرينات شوت جايه لي، محادثات الحالات دي السكرينات يا جماعه اللي ساره بتقراها معاكم على الهواء، كل دي سكرين جايه لي من داخل كلام الحالات مع الدكاتره او الاخصائيين او الخبراء. زي ما قلت لكم قبل كده احنا عندنا كرو كبير يا جماعه ما شاء الله، مكون من اخصائيين وخبراء ودكاتره علشان يردوا على استفساراتكم. يعني انا دلوقتي يا ساره ايه اي كرسي يناسبني؟ والله ما اعرفش. حضرتك بتتصلي على الارقام الموجوده على شاشه الاتصال العادي او الواتساب وبتطلبي الكرسي، الكرسي بقى بيجي لك لحد باب البيت. هل بندهولك بقى ونقول لك مع السلامه؟ لا اطلاقا، احنا معانا فريق طبي كامل عشان يرد على كل استفساراتك، وزنك، طولك، حالتك الصحيه، اذا يناسبك الكرسي الفلاني، اذا يناسبك الكرسي العلاني. وانا كساره دايما بنصحكم بالكرسي المكثف لان نتائجه فعلا سريعه وهايله. عايزه اقول لكم مش معنى ان الكرسي بتاعنا مصرح من وزاره الصحه امن فعال ما شاء الله عالمي، اذا فهو غالي في الثمن. عايزه اقول لك اطلاقا مطلقا الكرسي بتاعنا في متناول الجميع. ودلوقتي ده هتقولي لنا عليه استاذه هند، قولي لي بقى عروضك وخصوماتك الحلوه عشان الناس تنبسط. هي مش عروض عاديه، هو غير الخصومات، هو احنا بنقول في مهرجان من الهدايا. يعني انا بديك الكورس سعره حلو جدا، فعال جدا، وكمان هدايا، يعني مفيش كورس فيه وما فيهمش هدايا. وبنقول النهارده الجديد معانا الناس اللي عندها مشاكل في العظام، او عندها هشاشه في العظام، او عندها الم في العمود الفقري، او عندها خشونه في الركبه، ان احنا عملنا كورس العظام هيكون موجود معانا. ديت المفاجاه بتاعه النهارده، اللي هيكون موجود معانا فيه 2 كريم للعظام، وهيكون موجود معانا فيه فيتامين دي. دوت لكل الناس اللي عندها مشاكل في العظام واللي كانت عندها واحنا عارفين دايما ان مشاكل السمنه مرتبطه بالعظام. فخلينا نقول بقى الكورسات بتاعتنا، هيكون معانا كورس الثلاث شهور اللي هيكون موجود معانا في الوان سليم، وهيكون موجود معانا في الوان فيت، وهيزود عليه كمان الوان بيرفكت، يعني هتوصل لنا الثلاث شهور هيكونوا ثلاث كبسولات، هيوصلوا لنا كده الثلاث علب هيوصلوا لحد عندنا، وهيكون معانا فيهم ثلاث هدايا. معانا في كورس الثلاث شهور هيكون موجود معانا كريم البشره، وهيكون موجود معايا كمان فيه فيتامين زي، وهيكون موجود معايا كمان كريم العظام. وبس مش بس ان انا بديكي هدايا، لا ده كمان الخصومات بتاعتنا اللي هو 50% وهيوصل لحد باب البيت مجانا، والمتابعه مع الدكاتره مجانا. طب الكرسي المكثف اللي هيكون موجود معانا في الوان سليم، وهيكون موجود معانا في 2 وان فيت، وهنزود عليهم كمان الوان بيرفكت، وهيكون موجود معانا في برضو 3 هدايا، هيكون موجود معانا في كريم العظام وكريم شد الترهلات والسولولايت، وموجود معانا كمان في فيتامين زي،
ومش بس كده خصمه 60% والتوصيل لحد باب البيت مجانا والمتابعه مع الدكاتره مجانا. طب الناس بقى اللي عايزه تاخد كورس الصحاب بقى اللي هو انا وصاحبتي او انا ومامتي هنبتدي ان احنا نشارك ونخس مع بعض وننزل من الوزن ونحل كل المشاكل الصحيه والنفسيه اللي عندنا، هيكون موجود معانا في 2 وان سليم، وهيكون موجود معانا في 4 وان فيت، وهيكون موجود معانا في كمان 2 وان بيرفكت. مش بس كده، معايا في 6 هدايا، معايا في 2 كريم للعظام، ومعايا في 2 كريم شد ترهلات وسلولايت، ومعايا كمان في 2 فيتامين دي، يعني معايا في 6 هدايا وخصمه 70%، هيوصل لحد باب البيت مجانا، هيتابعوا مع الدكاترة مجانا اسبوعيا كاني بالظبط بروح للدكتور، هيقول لي على كل حاجة انا محتاجها معايا يوم بيوم. مش بس كده، هو مرخص من وزارة الصحة المصرية، يعني مطمنة ان الناس اللي فوق 13 سنة، الناس الكبيرة في السن وعندهم امراض مزمنة، ان اي حد ممكن ياخد الكورس وهو امن تماما. حلو قوي الكلام ده. دلوقتي انا شفت العروض الجميله دي وشفت الحالات اللي خست وشفت بعيني ريفيوهات وكمان سمعت المكالمات الجميله وعايز اطلب الكورس، هعمل ايه؟ هنتصل على الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هنطلب الكورس وهيجي لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. يعني مثلا الصينيه الجميله دي، الصينيه دي مثلا ثمنها في الطبيعي مثلا 100 جنيه، فانا طلبتها هتجي لي لحد البيت. اول حاجه معانا خصم، الخصم مثلا عرض الصحاب، لان انا دلوقتي بقيت احبه عن عرض المكثف. عرض الصحاب عرضه 70%، يعني هتجي لك ب 30 جنيه. يا ساره ما انتوا بتضحكوا علينا بتقولوا كده وبعدين بندفع فلوس الشحن. عايزه اقول لك لا، الشحن مجاني، هتدفعي 30 جنيه بس. المتابعه مجانيه، هتدفعي 30 جنيه بس. وكمان معانا بدل الهديه 6، 2 كريم العظام، وكمان معانا 2 الفيتامين، وكمان معانا 2 كريم اسرولايت. الست هدايا دول مجانا. معقوله يا ساره؟ اه والله مجانا. يا جماعه احنا عاملين الكورس ده عشان يكون في متناول الجميع، عشان حمله لا لزياده الوزن، ولا يعني عايزين نرجع بصحتنا كده ونرجع. انا عارفه ان انا كست بيت مش حلمي اكون فاشونيستا وان انا عايزه ابقى على الميزان بالظبط، انا كل اللي انا عايزاه كساره او كست بيت اطلع السلم رجلي ما توجعنيش، ما اقفش شويه مثلا انضف المواعين او اعمل اكله لاولادي ظهري يوجعني. من انتوا عارفين ان كل كيلو زياده هنا بيأثر على منطقه الظهر، فاللي انا عايزاه كساره ان انا الاقي شكلي حلو، يعني الاقي مقاسي في المحلات. انا مش عايزه ان انا ابقى انتوا عارفين انتوا الكلام ده، لا والله انا على الله حكايتي، انا عايزه امشي ظهري ما يوجعنيش، ركبي ما توجعنيش، ما اطلعش السلم انهج، احس ان انا بصحتي عشان اقدر اكمل لاولادي ولجوزي وفي شغلي. فانا بقول لك الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، امن فعال، نتائجه ما شاء الله مهوله بجد، ما فيش احلى من كده. النهارده عملنا لكم في مطبخ البلد ورقه السجق الجميله دي الفظيعه دي، شويه خضار مع شويه سجق، لقينا الدنيا حلوه قوي قوي، اللهم بارك. وكمان قدمنا معاها سلطه خضراء وقدمنا معاها رز بشعريه وتقدري تاكليها بالعيش. وبرده في مطبخ البلد قدمنا لك عرض واثنين وثلاثه، عروضنا جديده وهدايانا جديده. يا جماعه مطبخ البلد النهارده مقدم لك الكورس فيه المرطب اصلا ده برقم، يعني لو جبنا بس كده الصوره على المرطب، المرطب ده لوحده يا جماعه برقم، ده لازم يكون عندنا في الشتاء. وعايزه اقول لك العبوه دي بتكفيني انا كساره طول الشتاء، مرطب قوي قوي للايدين وللكعان، ده هديه مع كل الكورس، يعني بجد مفيش احسن من كده بالنسبه لي. وكريم العظام اللي اساسي عندنا في الشتاء، انتوا عارفين لو احنا في الطبيعي مخبوطين خبطه، بمجرد ما الشتاء بيخش تلاقي الخبطه دي بقى لها 3 سنين بتوجع. سبحانك يا رب. لا احنا عندنا بقى كمان الكريم هديه مننا ليكوا. ويلا بينا نشوف اخر حالتين للنهارده. انتوا عارفين انا لو عليا والله ما اقفلش، افضل معاكم كده على طول مكمل، اجي اقعد معاكم خميس وجمعه وسبت الويك اند كله. معانا الحاله خسر 45 كيلو في 5 شهور، شايفين كان ايه وبقى ايه؟ بقى شخص تاني خالص. أوه. ولا تسدي ولا كرش ولا دراعات ولا اي حاجه، ده احنا بقينا ما شاء الله. يلا بينا على الحاله الثانيه، ايه الاماره دي؟ خسينا 25 كيلو في 3 شهور، انت شايفه اللي انا شايفاه؟ يعني بصي انت شايفه نفسها هي الثقه وهي واقفه دلوقتي، ابتدت ان هي تقف بجسمها من غير ما ابقى مداريه حاجه. عايزه جسمي مش حابه شكلي. فاحنا بنقول ان احنا مش بنخس بس عشان شكلنا، احنا بنخس عشان صحتنا وعشان حالتنا النفسيه وعشان ان انا اقدر ان انا ابتدي حياه فعلا تكون صحيه خاليه من كل الامراض اللي بتسببها لي السمنه. برعايه مطبخ البلد، الحياه الجديده دي برعايه مطبخ البلد والكورس الجبار بتاعنا. معاكي عرض 50% و60% و70%، وانا كساره بقول لك خدي 70% لو انت اكتر من 100 كيلو ليكي لوحدك. بصي نفسي ثم نفسي ثم نفسي. طب يا ساره ده انا اقل من 100 كيلو، لا خدي بقى انت واختك، انت وصاحبتك، انت وامك، انت وجوزك،
شوفي اللي يناسبك ايه. وبشكرك جدا استاذه هند على وجودك معايا النهارده، شرفتينا ونورتينا. بشكركم يا جماعه على متابعتكم ليا، وبجد بجد من كل قلبي بقول لكم شكرا وميرسي على مشاهدتكم ليا ودعمكم ليا. بحبكم جدا جدا، وكنتم مع مطبخ البر.